بالروح بالدم. يا ابو حسنة اسمع اسمع يا ابو حسنة يا مرحبا تقليصات على المكشوف تقليصات على المكشوف و194 بدعكم للشرعيه بدكم اسمع 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 على المكشوف روح بدم روح بدم مش عارفين شو اللي بيصير مش عارفين شو اللي بيصير بالكيبورد اسمعنا ولا جنة اسمعنا ولا جنة اسمعنا الان سنقدم الوثيقة المذكرة إن ما تقوم به وكالة الغوث الدولية من الاستمرار بسياسة التقليصات في ظل تلك الأوضاع لهو مؤشر خطير يفاقم ويضاعف من معاناة اللاجئين ويضع علامة استفهام كبيرة حول دور بعض المسؤولين فيها. لهذا إننا ندعو السيد المفوض العام للحضور العاجل لقطاع غزة للوقوف عن كثب أمام عدد من الإشكالات التي يعانيها اللاجئين بما فيها حقوق الموظفين لدى الأونروا. نؤكد على المطالب التالية: أولاً، إلغاء قرار تجميد الوظائف الذي صدر عام 2015 وفتح باب التوظيف أمام الخريجين. ثانياً، تنفيذ نتائج المسح المتعلق برواتب الموظفين كما تم الاتفاق عليه مع إدارة الأونروا. ثالثاً، عدم العمل على فصل دوائر الوكالة وإبقائها على ما هي عليه كوحدة إدارية واحدة وخاصة دائرة الصحة. رابعاً، توفير أطباء متخصصين في كافة عيادات الأونروا وتمديد العمل في العيادات للفترة المسائية. خامساً، توفير الأدوية اللازمة على مدار الشهر لسد حاجة اللاجئين بالجودة والكمية المطلوبة. الإخوة المجتمعون في عمان بقيادة السير تيرنر، إننا نهيب بكم للتدخل الفوري والعاجل لتلبية هذه المطالب العادلة، فنحن لا نرغب بتدهور الأوضاع ونحرص على الاتفاق وعلى استمرار تقديم الخدمات للاجئين بشكل جيد ويرقى ويوفي بالحد الأدنى المعقول لمتطلبات اللاجئين الفلسطينيين المعذبين في الأرض.